دابا البنات غادي ندوز لكم، غادي ناخذ لكم طويق على زوج نطوي على زوج طول، وغنعاود نطوي على زوج بالعرض بهذه الطريقه. نجيب المنتصف ديال راس الكم ونحطو مع المنتصف ديال الكتف، غنجي البنات نص سنتيم وغن نكراني المقص ياك، وغادي ندير البنات سنتيم غتعبرو، غتخليو تاني سنتيم ونص، سنتيم ونص، وغادي تكرانيو تاني. دابا غنرجع نحل لكم ديالي عادي، غنخليها هكا مطوي على جوج بالطول، داك نص سنتيم اللي كرانيتو من هاد الجهه ومن هاد الجهه. دابا بحال اللي عندي هنا ربعه ديال الضريبات، وحده جوج ثلاثه اربعه، شي اربعه ديال هما الكراناج الاول الثاني الثالث الرابع، وكلهم مكرانين بالتساوي لان قسمت لكم على زوج. غنجي دابا غنبدا من هاد الجوج الوسطانيين، غنطوي بحال هكا، وغادي نخيط على الوجه نص سنتيم، وغادي نجي هنا الكراناج ديال راس الكم المقابل له، وغنشدو بحال هكا باش ما يجينيش، باش ما نهبطش عوجه. انا كنعطيكم دي تكنيك اللي غيعاونوكم في الخياط باش ما يهبطش عندي داك السطر عوج، ولكن راه ما غنهبطوش حتى لتحت، راه غادي نهبط غير واحد 20 سنتيم، واضح؟ غنعبر دابا داك العبار اللي احتالين، غنحبس وغادي نجي هنا شاده هنا راسلكم باش نمشي نيشان نقاد. بسم الله نديرو لا فيتمون، وغادي نهبط على عبار الصبا، على قياس الصبا ندير لا فيتمون. نجي لهذا الربع تاني اللي قبالتو، وغادي نطوي الكراناج التاني اللي وراه مباشرة، وغنجي لتحت تاني بنفس الطريقة باش يمشي ليا العبارة تيجوني مسطرين. هذا درت فيه 20، هذا غادي ندير فيه غير 18، نسرحو بهاد الطريقة. نتابعو معايا، شوف كيجيني هذا مع هذا عبار واحد، عبر واحد من الناحيه ديال هنايا في العرض، ولكن في الطول راه واحد فايت واحد بجوج سنتيم. نفس الطريقه للجهه الاخرى، كنجي للكراناج كنطوي بحال هكا، وكندير قياس الصباط، ونجي لتحت راس الكم ونشوف الشطر ديك الكراناج الثالث، وغادي نحلو بحال هكا ونشد الراس ونشدو هكا حتى نحدد البلاصه اللي غادي ندوز فيها الخياطه. وهاد الهبطه هادي كنهبط هي 20 سنتيم قياس الهبطه الاولى اللي درت. كنخيطو عبر الصباط، نفينيو الخيوط مزيان البنات، هاتلي تاهي بنفس الطريقة
نجدو الشريطه الاخره في راس الكم. ها هي كراناج الاخر طوي هكا. ما قال سطر ما قال شد عبار كاس حدكم كاس عابروا لها الطلي اللي تبغيو تهبطوا الاولى تتبازاو عليها وصافي. يعني الخياطه ديالي كتهبط لي قاده. هادو دي تكنيك اللي غيسهلوا عليكم الخدمه. ها انتم شوفوا هابطين عبار واحد. داك المسافه اللي كاينه ما بين هنا كاينه ما بين هنا كاينه ما بين هنا الخطوط غادي ليا بطريقه مستقيميه يعني ما يجونيش عوجي. وهنا البنات هاد جوج الوسطانيين فايتين هاد جوج اللي في القنت بجوج سنتي. دابا هذا هو الكم ديالي. ها هو تشكل. غنجي غناخد النص ديالي المنتصف ديال الكم راه هو المسافه اللي فاصله ما بين هاد السطر وهاد السطر. شفتوا السطوره كيف غادي مقادين؟ دونك انا هنا غنبدا هذه اللي غنحطها على راس الكم. وهاد البليه البنات وحده كتشوف جهه الظهر وحده كتشوف جهه الامام. جوج كنعسهم هكا وجوج كنعسهم هكا. غادي نجي نكتف غادي نحطها هكا منتصف على الملاقيه وغنبدا. جوج ديال البليات كيشوفوا عندي هنا وجوج اخرين كيشوفوا من لي. البليات ما شوفوا البنات انا دابا كندير في التركيز. يسالي ليا مع التركيز اللي درت قد قد باش كنعرف راه خدمتي غادا مقاده. بالنسبه للاخوات اللي سولوا علاش نقصنا سنتيم من هنا قبيله وعلاش نقصنا سنتيم من هنا هذيك الربعه اللي زدناها حنايا على العبار ديالكم نورمالمون كنخرجوا 28 انا درت 32 هذيك 4 سنتيم راه هي اللي شكلنا بها هاد البليات. دابا غندور الجهه الاخرى ديالكم. البليات دابا غيشوفو عاوتاني عندي لهاد الجيه حيت قلبت البياسة. كنسالي قد قد عبار واحد كيف الأمام كيف الخلف. هالكم هاد التركيز ديالي باش تعرفي اختي راه في غادا مقاده. جاب ديكالاج تركزي في العبارات. شوفوا لي بلي مين يخيط جوج كيشوفوا لهاد الجي وشوف كي كيشوفوا هاد الجي واضح. هالكم ديالي كيفاش خصو يجي بحال هكا. دابا غادي نجيو البنات هنايا الكم الاخر نفس الطريقه غنعاودها معاكم. انتبهوا الوجه ديال الوجه ديالكم هو هذا. غنطوي على زوج بالعرض ونعاود نولي نجيب راس لكم حتى هو على زوج وغنحطو مع المنتصف ديال الكتف هاك بهاد الطريق. كنجي اختي غادي هنا غادي ندير سنتيم ونكراني وغندير سنتيم ونص اخر وغادي نكران. يعني في الاجمال عندي واحد جوج ثلاثة اربعة هما اربعة. كنخلي وحدة الاولى لا الثانية لا الثالثة كنطويها هكا. كنجي هنا كذلك من التحت كنجي للثالثة اللي قبالتها مباشرة انفاس معاها. وغادي نهبط بنفس القياس اللي هبطت بيه قبيله اللي هو 20 عبار السباط. غنهبط بعبار السباط سنتيم من طراسي. بسم الله
الصفه من الاخرى حتى هي عبر الصفات نجي الاخرى اللي مقابله ليها هذه درت 20 هذه غادي ندير غير 18. نجي الجهة أخرى حتى هي نفس الطريقة هادي ثاني كنربط بعشرين سنتيم كتجي متقابلة مع الأولى اللي بدينا بها الجهة الأخرى هي كتجي 18 سنتيم كناخد الفتحة اللي أنفص معها وكنبدا نخدم كيجيوني بحال نفي اش كيتسرح ليكم النتيجة البنات من بعد ما ساليت هانتوما كتشوفو فيها على عينيكم دونك دابا غادي نجيب الكس في لاخر قالي راسلكم غنشوف الباندات ديال ديما الباندات كيتوطروني غنديرو الوجه على الوجه وغنخيطو الجوانب من الداخل نجيب الباندة اخرى بنفس الطريقة ونخيط الجنب ونولي نقلبها ونخيط الجنب الاخر باش نتاكد نضمن انني درتهم قد قد بهذه الطريقه دابا عاد غنفصلهم غنسورجي هما البنات ونرجع معاكم كيفاش غنسورجيها غنقلبها هكا وغنسورجي الفوق مع التحت غنشدهم بزوج هكا طوي هادي تاني سورجيها مسدودة ونرجع معاكم الباندا البنات قلنا العرض ديالها 6 سنتيم غادي يمشي هيا 6 ديال السنتيم غيمشي لي سنتيم الخياطة غيبقى لي عرض الباندا 5 سنتيم غنجيو البنات نراسلكم
انتبهوا معايا. غادي هنا غنكبر الغرزه فقط. هنا الغرزه كنخدم 3.5 غير ردها 5 ياكو. وغادي نجيب حراس لكم. ناخذ البنطه ها الوجه، هذا الوجه ديال راس لكم، هذا الوجه غنحط البنطه هنا. غنقلب واحد السنتيم هكا، هانتوما شوفوا قلبوا هكا عليه. حطيت البنطه على الوجه ديال الثوب وطويت عليها سنتيم بهذه الطريقه. البنات غنشد هادي غنجبدها وغنخلي تحت يمشي بوحدو باش نشكل الكشكاشة بطريقة متساوية. هادي طريقة جديدة غنبارطاجيها معاكم البنات. شوفوا الكشكاشة كيفاش كتجي واضحه البنات. هاد النقطه هادي ولا نعاودها معاكم. كتخليو الغرزه في بلاصه هذا لا طونسيون في بلاصه. كتخليو راسلكم ها هو. كتجيبوا البانطا كتحطوها على الوجه وكتقلبوا عليها واحد السنتيم، يعني البانطا كتحطوها على وجه ديال لكم كطول هكا سنتيم. هادي البنات كنجروها ولتحت كنخليو يمشي بوحدو نفس الطريقه اللي كنت كندير معاكم في السورجي كنطبقها في البيكوز، ولكن ضروري تكبروا لي الغرزه حتى الاخر، يعني تكبروها اخر رقم 5 سنتيم. كنشد هكا هادي مزيان وكنخلي لتحت كتشكل لي الكشكاش. كتركب الخيط راس قطع، هانتوما شوفوا النتيجه اللي كتعطي من التحت. عندكم سوا ديروا هاد الطريقه سوا الطريقه الاخرى التقليديه اللي كندير، كتجي كتخيطي هكا نيشان وكتجي دير خيط هاد الطريقه. يعني نتوما اللي ناسبتكم غديروها بهاد الطريقة، وعاد كتولي ترجعيها الغرزة ديالك المقاس ديالها الطبيعي. وكتكملي الخياطة ديالك نورمال. ولكن الطريقة الأولى حسن، كتجيك كيجيوك دوك لي فونس مضبوطين في العبار. فين يبدا الخيوط الكم كيجيني بهذه الطريقه. وداك السنتيم اللي قلبت مني كنجبد هكا لكم كيجيني فيني. كنجي هنا كنطوي هكا الوجه على الوجه، كنجي هنا البنات واحد جوج سنتيم وكنبدا كنخلي واحد جوج سنتيم متأكد ان هادو قد قد، وكنبدا المونتاج ديالي كنسد الجناب. نجي عند
التركيز ما فيها باس. حل هادو يجيو متقابلين ملاقيه مع ملاقيه ونكرياني ندير عفوا لا فيتمون جيت نبدا ناخذ الشمايل نشدهم هكا مع بعضياتهم ونسرح ونبدا شي هنايا وغنفيني بنص سنتيم غادي نهبط هكا بالماكينه ندوز على الفتحه هنا وندور هكا نحل هاد المناقيه اللي عندي هنا نخلي البرد الداخل ندور نخلي البرا ونعاود نهبط هنايا فراس الكهرباء هنوريكم هادي كيف كتخرج كتخرج بحال هكا البنات واضح وهنا غادي تكون عندي سطيفة وهذا هو هذا هو راس الكوب كنتمنى يكون واضح معكم الشرح غنشرح راس الكوب كيف كيفاش نجيو نفس الطريقة بالنسبة للمونش الأخرى بالنسبة للأخوات اللي معانا جدادات كيفاش قدروا تشكلوا لي فرونس كنكبروا الغرزة نزيروا لاطونسيون مزيان هنا تشوفوا البنات شوية غليظ غادي تشكلوا رقاقي شفتوا غادي نرجع نجرد بهاد الطريقة نشرب الخيط من الجوانب بجوج نوزع هاد الكشكاشة بالتساوي ونجيب الكم ونحط الوجه على الوجه ونقلب هنا واحد السنتيم نطوي على الماندا ديالكم وعادة نجي نثبت هاد الطريقة الاخر هاد الناس كنخليو سنتيم كنوليو نقلبو حتى هو على الوجه ديال الباندا ونفيني الخيوطة كنسرح لكم نهاري خليت علي واحد جوج سنتيم هنايا باقي الجوانب
النقية نحل بها الطريقة. باش نفيلي لكم من برا صافي البنات، وغادي ندير لوغلي والبوطونيير صدفة واحدة فقط والكمام. نجي هنا نفس الطريقة غندخل بنص سنتي، غادي نفيلي هاد الباند بنص سنتي، كنحل هنايا كنوصل لهاد الفتحة اللي داخلة بجوج سنتي في راسكم، وكندور طريقة مربعة هكا باش نولي الجهة الأخرى ونهبط. دابا غنغسل بنات لوغلي، بالنسبة للوغلي الأخوات اللي جداد سمعانا كنطوي واحد سنتيم هكا، وكان ندير سوبيكاج يعني كندوز على الحرف هو الأول، الدورة الأولى كنديرها على الحرف حيت عندي العباية ديالي طوش من تحت، ميجينيش داك لوغلي مفتول. شوفوا هنا الطوغلي كيف كيدوز من التحت، شوفوا ما شاء الله. غادي نجيب ضروري من هاد الخطوة باش يجيو عندي القدام قد قد في الوغلي، ما يجيونيش متفاوتين. ارجع منين بديت وغادي ندور تاني. الدورة التانية كنجيبوها فوق السورج، يعني كتجيني جوج دورات كيجيوني عبر واحد بحال مدوزة هاد الكولتوس. مكيجينيش مفتول لأن عندي من تحت إيفازي. فيني بهاد الخيط اللي بدينا بيه البنات لوغلي كيف كيجي.
سميتو هذا راه هادو راه الجوانب وما كيجيش مفتوح. شوف هاكا خصو يجيكم لوغلي ديالكم من تحت. انت اختي صافي الناس بياسه كلات وهذا شوفي لك شوفي اختي لكم كيف كيجي. انت اختي لكم كتلبسي في هاد اللعيبات هادو كيعطي واحد المنظر غزال. خلاص مني كتجمع البواني بهذه الطريقه فوالا والكتب فيها الديتاي القدام. خلاص هنايا غادي تجي عندي الضيف هنا وهنايا غادي يهبط عندي كامله هو الضيف. هذه هي العبايه البنات شوفوا العرض ديالها شوفوا الايفاز ديالها اللهم بارك من التحت. هاد البياسه كيف كتجي هنا الضيفات كيجيو بهاد الطريقه. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يشوفوا الضيف ها الضيف فوالا هادو اوناسي انوكسيدابل. هذا راه صبناه ورديه اختي ما تبيض ما والو كتبقى هي هي هانتي راه حديد. هكا كتجي البيسه البنات صافي واضحه. انت اختي كتجي وحيده في الكم